انا بقول دايما معارف كتير صحاب كتير هتتوجع اكتر. يعني انا بقول قلل دايرة معارفك خالص عشان ترتاح وما تتصدمش وما تعشمش في حد. وبقول كمان ما تحاولش تعرف كتير عشان برضو ما تتوجعش. الناس تحب لك الخير وتكرهه جدا لو جالك، يطمنوا عليك عشان مش يساعدوك، عشان يطمنوا اللي انت ما بقتش احسن منهم. خليك مع ربنا احسن. تعبت من عمايل الناس معايا، وكل ما اقول كده كفاية الاقيهم يعملوا حكاية، الاقيهم يعملوا حكاية، تشتري يسرقوك، تبني يحسدوك، تصوم يفطروك، تفطر يكفروك، تأمنهم يخنوك، تصاحبهم يبعوك، تحبهم يهنوك، تبعد يعيبوك، ويبانوا قبل ما يرموا أساس، ويدوسوا على الوتر الحساس. لكن هنعمل ايه في الناس؟ منهم لله اللي أذوك، مفيش شغل يقولوا عاطل، لقيت شغل عامل شاطر، باشا عدل ده بيماطل، تشهد بالحق يقولوا باطل، تضحك عبيد، تسكت وحيد، تحلم حويد، تفرح يزعلوك، تضحك يدمعوك، تجري وقفوك، تعالى ينزلوك، تحترمهم يقللوك، تعمل لهم سعي نفسهم تكبر عليك، بعد ما ياكلوا خيرك يعدوا ايديك، واللي انت شايلهم في عينك في الاوجاع على طول يسيبوك. كفاية وخفوا وسيبوني، يا رب كلامكوا جرحتوني، ما تبقوش انتوا الايام ونازلين هاري يفكوني، ما تفتروش بكلام حراق ورغيكم ماهوش فارق، كلامكوا عمره ما يشغلني، انا مسلمها للخالق، لقيتوني بكلام فاضي على المليان وعلى الفاضي، وبرضه هتلاقوا اخرها تعبتوا نفسكوا على الفاضي، وقبل ما تعيبوا في غيركوا راجعوا شويه ضمايركوا، يعني نهايه الكلام مشكرين كتر خيركم.